معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب السياسي اليمني سيد نبيل كيري، مرحبا بك. إذن هناك أعمال قتل وضرب لمخازن الحبوب والأغذية، يعني انتهاكات لا تنتهي من ميليشيا الحوثي، ماذا تهدف ميليشيا الحوثي باستهدافها المدنيين؟ لا شك مثل هذه العمليات التي تستهدف المدنيين بشكل كبير هي عملية عمليا هي لإخضاع هؤلاء المدنيين لسلطة الأمر الواقع وفرض واقع آخر، واقع يخضع لسطوة وسلطة هذه الميليشيات التي تريد من خلال سطوة السلاح أن تفرض نفسها على الناس وأن توجد لها بيئة حاضنة تحت الحديد والنار. وبالتالي مثل هذه الانتهاكات ليست بمستغربة على هذه الجماعة الميليشيوية الطائفية التي تريد أن تخلق واقعا سياسيا بالسلاح وليس بأي إنجاز آخر سياسي. إذن إيران ضالعة بما يحدث للشعب اليمني من انتهاكات، هل ترى أن الأمم المتحدة في مقابل ذلك بوقف المساعدات، يعني هل ترى أن ردها هو الرد الأمثل على هذه الانتهاكات؟ لا أعتقد أنه رد مناسب، وخاصة أن هناك أن الأمم المتحدة ومنظماتها متورطة في هذا المسلسل، مسلسل وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى يد الميليشيات وتحويلها بعد ذلك إلى سلاح في أسواق تباع في السوق السوداء، ويتم بعد ذلك تحويل قيمتها إلى مجهود حربي للميليشيات الإنقلابية. أنا باعتقادي هناك تورط كبير وهناك فضيحة كبيرة يجب أن يسلط الإعلام الضوء عليها، ويجب أن يكون هناك تحقيق شفاف حولها، حول مصير المساعدات الإنسانية على امتداد 4 سنوات. ذهب جزء كبير جدا منها إلى هذه الميليشيات وتسلم لها واستخدمته كمجهود حربي، واستخدمته أيضا في تجنيد مقاتلين لها من خلال ابتزازهم بهذه المساعدات. شكرا جزيلا لك من اسطنبول كاتب السياسي اليمني نبيل البكاري.